عليكم باخلاء الاسلام وقلكم امنعوني انا حديره من الجنيني رئيس دائره اوقاف صيدا من الحديقه. وصل الى دار الاوقاف في صيدا صباح الثلاثاء الشيخ نزيه النقوزي الذي عينه مفتي الجمهوريه اللبنانيه محمد رشيد قباني لتولي مهمات رئاسه دائره اوقاف صيدا بهدف تسلم مهماته من المفتي سوسان. إلا أن سوسان وبناء على قرارات المجلس الشرعي ومجلس شورى الدولة التي جددت له كرئيس للدائرة رفض تسليمه وطلب من القوى الأمنية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية مبنى الأوقاف، فحضرت إلى المكان قوة من فرع المعلومات منعت النقوز من الدخول باعتباره منتحل الصفة، فعمد الأخير إلى افتراش حديقة عند مدخل دار الأوقاف. وأنا أستغرب أيضا من رئيس الدائرة السابق الشيخ سوسان كيف يلجأ يعني لحماية نفسه باستحضار فرع المعلومات. وبقول لك يا سوسان أنا بحاجة مش بحاجة للمكتب، وحقول لك يا سوسان أنت ضيف عندي، أنا إمتى ما بدي بقول لك فل، لأنه أنا رئيس الدائرة والمفتي ما له مكان بهالدائرة إلا على سبيل الضيافة. الشيخ فؤاد سعد حاول إقناع النقوزي بالاحتكام إلى القانون لكن محاولته باءت بالفشل. أنا أطالب بمحاسبة فرع المعلومات ومحاسبة فؤاد رمضان. بدناش عياط، المواطن يوصل لحقه عن طريق المحاكم. لا عن طريق المحاكم. أيوة سوسان عن طريق المحاكم ولا عن طريق المعلومات؟ المفتي سوسان أسف من جهته لما وصلت إليه المؤسسة الدينية في دار الفتوى في بيروت، وقال إنه فوجئ بقرار المفتي قباني الذي كلف الشيخ نزيه النقوزي بموجبه مهمات رئاسة الدائرة ما يتعارض والقرارات الصادرة عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى. هذه مؤسسات لا تدار بمزاج ولا بكيدية، المشكلة هي قانونية والمشكلة هي قضائية، ولنحتكم جميعا إلى القانون، إلى القضاء، إلى النظام، إلى الدولة. وفي السياق نفسه أقر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قرار لجنة المجلس الإداري لأوقاف مدينة صيدا القاضي تجديد التعاقد مع مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان لأداء مهمات رئيس دائرة أوقاف صيدا الإسلامية، وذلك لمدة سنة ابتداء من 20 حزيران 2013. ولاحقا أعلنت دار الفتوى في بيان أن قرار مفتي الجمهورية تكليف الشيخ نزيه النقوزي رئيسا لدائرة أوقاف صيدا هو من صلاحيات مفتي الجمهورية، وأن إقرار رئاسة الحكومة التجديد لرئيس دائرة أوقاف صيدا السابق الشيخ سليم سوسان هو تدخل سافر في شؤون مفتي الجمهورية وصلاحياته.